طب هو كل ما تزيد الستريسز اللي حوالين الواحد لازم يزود من الوقت اللي هو مديه بيفصل فيه. أوكي. لازم ملهاش حل. زي بالظبط انت حاطه زي ما قلت القلب قاعد شغال والجلوكوز قاعد بيتفرز ومفيش. لما قلت بقى لحد كم مره يعني انا في اخر كلاس اليوجا عندي بخلي الناس بتنام وتفصل خالص. هي دي احسن وقت عند الناس كلها لان عمرك ما هيبقى عندك وقت وهتقرري افصل وما عملش حاجه اعمل كده. لا احنا دايما مدين اولويه لاي حاجه في الدنيا غير نفسنا. صحيح. ادي بس اولويه لنفسي ولجسمي ولو 5 دقائق في اليوم. هتلاقي نفسك كاني بعلم المخ يعني بعد هنا بقى بربط بربط المخ. كل ما هتروح للستريس روح للحته اللي انت بترتاح فيها فلاقي اوتوماتيكلي بروح لها. كويس. بس في برضه حاجات تانيه لازم احنا نغيرها في حياتنا. ما هو ما ينفعش شخص مثلا يبقى مرتبط بشخص الغلط اللي على طول بيحطه تحت ستريس ويقول اصل انا اعمل ايه ظروفي كده، وحد بيشتغل شغلانه مش مبسوط فيها وجايباله الهمه كل يوم ويقول اصل انا ظروفي كده. لازم احنا كمان نساعد نفسنا ان احنا ما نبقاش في ستريس، ما نبقاش تحت ضغوطات عندنا مشاكل. يعني حاول نحسن برضو حياتنا هو بالإمكانيات اللي نقدر. عندك حق. بس خليني أقول حاجة، كم واحد عنده القدرة أنه يغير اللي هو عايزه؟ أعتقد هو يقولك قرار يعني. لا هو يعني قرار. مثلا واحد زي ما بتقولي هو في علاقة مع شخص معين وما عندوش اختيار أن يسيبه راجل أو حد. أنا ليه أبقى مع حد بيضايقني؟ ست ما عندهاش فلوس تروح حتة تانية. مش كل المنطق بيبقى سهل. لا هي بتتكلم كلام منطقي جدا بس تنفيذه صعب. بالظبط. كل حاجه تنفعش. خلينا كمان نقول حاجه، دايما نقول لك حاجه، القلق ايه دايما تقول تبصي للمشكله اقدر اغيرها. اغيرها. اقدر اغيرها لا يبقى ديستراكت نفسك منها. اتغير لها انا بقى اللي اتغير. زي اتغير اغير ده تفكيرنا ديستراكت. مش قادره اغير الوضع اللي انا فيه، اعمل حاجه تبوست الدوبامين عندي، هرمونات السعاده عندي. طب هل اللي حضرتك بتقوليه ده يعني واضح جدا من خلال سياق كلامك ان هو اكيد ليه انعكاسات ايجابيه على المود العام والحاله النفسيه ده والمزاجيه؟ ده أكيد. طب هل كمان بيساعد على حاجه زي مثلا القدره على ترتيب الافكار، القدره على التفكير المنطقي؟ يعني هل النوع ده من الاكسرسايز؟ فاكر لما ابتدينا اول ما ابتديت الكلام قلنا الاناليتيك المايند اللي قدام ده الفرونتال كورتكس ده بيتفصل تماما لو انا اندر ستريس. اوكي. لان مش وقت افكر، هو وقت اخد اكشن، ودايما بنروح للريفلكس اكشن اللي هو حاجه هتهجم معايا فلازم اجري بسرعه. مش هقعد افكر. طب مش كده بقول دايما اعلم الناس اللي عندي ان انا قبل ما اخد قرار مهم او قبل ما داخل على اجتماع فيه كله ستريس او قبل اللي داخلين امتحانات او اللي نازلين يلعبوا ماتش او داخل حاجه مهمه اقعد خد نفس كتير جدا عشان اعمل ايه بالنفس ده. ابتدي الاكسجين يوصل لاطرافي، ابتدي الاكسجين يهدي حاجه اسمها العصب الحائر اللي هو ماشي في كل الاعضاء كل الاورجنز بتاعتي الحيويه اللي فيها النفس، عشان كده النفس ده بيبقى سريع واحنا عصبيين. ابتدي المعده تهدى، المعده فيها اعصاب اكتر من العمود الفقري فمحتاج اهدي كل الاعصاب ولو 5 دقايق قبل اي قرار مهم قبل اي اجتماع. خلال اليوم لو حسيت ان انا ستريسد قوي اقعد واسند ظهري واتنفس، اعد في 3 واطلع في 6. لو ناس نفسها عميق رياضيين بيبقى نفسهم اعمق بياخدوا في 4 ويطلعوا في 8. اقعد اعد واطلع اعد. فايه اللي هيحصل؟ ابتدي الادرينالين يقل، كورتيزون يبتدي يقل في الدم، وابتدي الاكسجين هو اللي يعلى. هل اللي حضرتك بتقوليه ده ممكن يبقى ابليكابل او يعني قابل للتنفيذ في حته او في ملف العلاقات الانسانيه؟ بمعنى ايه؟ يعني مثلا في شخص ما ممكن بيبقى بيتوتر قوي مثلا من مديره، بينزعج لمجرد انه بيشوف مديره. فهل برضو يقدر يعمل نفس التكنيك ده عشان هو كل ما دلوقتي بيتعصب ايه اللي بيحصل؟ انه جهاز عصبي اللي بيبقى شغال الفايت اور فلايت. لو تخيل لو هو فضل عايش في الفايت اور فلايت مع شغلانه هو بيروحها كل يوم. طب هل انا قادر اغير شغلتي؟ لا ما انا ما عنديش شغلانه تانية. هل اغير مديري؟ او هنا دي قرارات ما اقدرش اغيرها، ما اقدرش اغير مديري. هعمل ايه؟ لازم افصل كل شويه، لازم اخد الجهاز العصبي واروح بيه شويه، لان مع الوقت بيحصل فتيج، بيحصل كرونيك فتيج. يعني ايه كرونيك فتيج؟ الجسم كله بيبقى فتيج طول الوقت، انت ادرينالين في دمنا طول الوقت، كورتيزول في الدم طول الوقت، فالجسم خلاص مع الوقت. عشان كده يا جماعه احنا عندنا ارهاق معظم الوقت، مع بقى بتنزلي في النص تسوقي في زحمه مع الموبايلات، مع ان كل الاخبار الوحشه لما تفتحي اي حاجه هي واصله لك خلاص، ما بقاش زي زمان بتفصلي او التليفون في البيت، لا احنا كونكتد طول الوقت. مظبوط. فمعنى كده ان هرمونات الاسترس في جسمك طول الوقت. طب انا عايزه اعمل ايه؟ محتاج اطبطب على جسمي شويه، على الجهاز العصبي شويه، محتاج كل شويه اخده بس للحته الثانيه. حتى واحنا سايقين لو احنا في ستريس والدنيا زحمه ما فيش حاجه هعملها هنا، هعمل ايه؟ اخد نفس واطلع، اخد نفس من مناخيري واطلع. كل اللي انا عايزاني الاقي التول اللي هدي بيها الجهاز العصبي. ديفنتلي مش افكاري. اوكي. يعني ديفنتلي في هذا الوقت
مش افكاري، لان افكاري هنا مش هتلحق ميعادك، مش هتلحقي تروحي، مش عايزين نعرف مش مين اللي جوه القرد اللي مجنني ده. بتتكلم عليه من اول حاجه، عايز اخلص منه، عايزه اديله حاجه تلهيه. فهنا يا هروح للمكان الحلو، يعني اروح للمكان الحلو قوي اللي انا بحبه وناخد الفيو الجميل اللي ورانا ده افتكره، يا اروح للحته ان اخد النفس واطلع، اخد نفس واطلع.